هاي يا مستر ايمن، ازيك؟ انا كنت بس بفكرك تنزل على السيستم ال 15 اوضه اللي في الاكزاكتيف فلور. اه تمام، دول يا سيدي متباعين لي الفوج الياباني، هيبقى من يوم واحد في الشهر ليوم 6. اه بس يا ريت تنزلهم دلوقتي عشان بس ما الاقيش حد من الريسيرفيشن باع منهم اوضه ولا حاجه فتبقى مشكله، انت عارف. حبيبي يا مستر ايمن، ميرسي، مع السلامه، باي باي. مستر عمي، مش مستر عمي كان لسه موجود هنا؟ هو خرج من شويه، عنده اجتماع مع الفود اند بافريدج ستاف. معلش اصلا ما كنتش على مكتبي. ولا يهمك، في حاجه؟ كان في واحد من حسابات مصنع المياه المعدنيه كان جايب له ملف الضرايب. طيب خلاص هاتيه وانا هديه له. ميرسي. الشريك المتضامن سعاد عبد الله دياب. نعم، في ايه؟ في يا ماما، مالي؟ وانا مش حافظك، انت عايز تقول حاجة؟ بصراحة الله، ما تقول في ايه؟ هو حضرتك فعلا مشاركة اللي اسمه امجد الحر في مصنع مياه معدنية؟ ايه؟ ايه؟ مال حضرتك اتخضيت كده ليه؟ انا ما اتخضيتش، انا بس مستغربة انت عرفت منين؟ حضرتك ليه مخبية الموضوع ده؟ أنا حرة، بس أنا على فكرة مش مخبية ولا حاجة يعني. بس كنت أنا ابنك الوحيد معرفش. وأنت عمرك عرفت حاجة عن شغلي؟ أنا بصراحة مستغرب، أنا أول مرة أعرف إن حضرتك ليكي علاقة بالاسم أمجد الحر. علاقة؟ يعني إيه علاقة يا محمود؟ هو مش شريك حضرتك ولا دي حاجة قليلة؟ اسمها بيزنس مش علاقة، عرض عليا مشروع وأنا قبلت، فيه إيه؟ حلو، يعني قول للناس عادي. وتقول للناس ليه على أسرار شغلي؟ الله، داري على شماتك تيجي يا أخي. أنا بس عايز أعرف أنت عرفت منين؟ آسف، اللي قايل لي محلفني ما أقولش. محلفك؟ حتى أنا ما تقوليش أمك؟ آسف، مش هقدر.